أحدث الانفجار الذي حدث في ميناء مدينة بيروت اللبنانية عصر يوم الرابع من آب أغسطس 2020 أحدث الكثير من التأثيرات على الأحوال الجوية والمناخية والجيولوجية في منطقة المشرق العربي، حيث قدر المركز الوطني الأردني للزلازل الطاقة الناتجة عن هذا الانفجار بحوالي 4.5 درجة على مقياس ريختر المكون من 10 درجات. ومن المتوقع حدوث دورة مناخية طارئة ناتجة عن وجود الكثير من الغازات التي أطلقها هذا الانفجار في طبقات الجو العليا. نتوقع خلال الموسم المطري القادم أن يكون هناك اضطرابات في المجالات الطقسية والمناخية، وبدون شك ستسقط بعض الأمطار الحمضية خاصة في شهر أيلول وتشرين أول، ويعتمد هذا على قوة الأمطار وغزارتها. ولكن هناك عدة نصائح سنقوم بتقديمها فيما يتعلق بالموسم المطري القادم 2021. عدم التعرض المباشر أو غير المباشر لمياه الأمطار الساقطة خلال فترة شهر أيلول سبتمبر وتشرين أول وتشرين ثاني أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، كما ينصح بعدم نشر الغسيل خارج المنازل وذلك لإمكانية تعرضه للأمطار الحمضية، وينصح أيضا بعدم جمع مياه الأمطار في تلك الأشهر وخاصة لتخزينها كونها تتعرض لتأثيرات كيميائية وبيولوجية متعددة، ولا ينصح طبعا بأكل النباتات الورقية لتأثرها المباشر بالتأثيرات الكيميائية والحيوية الناتجة عن هذه الغازات. ويمكن أما التأثيرات الجيولوجية فمن المتوقع حدوث تأثيرات جيولوجية على حفرة الانهدام وهي الصدع السوري الإفريقي، إضافة إلى الفوالق الموجودة في منطقة المشرق العربي ومن ضمنها فالق اليموني في لبنان وفالق روم. وندعو إلى إنشاء شبكة إقليمية للرصد الزلزالي وخرائط التمغنط الزلزالي بحيث يتم التركيز على البرة الزلزالية ولدراسة إمكانية أمور السلام العامة في تلك المناطق، مما يؤدي إلى تخفيف الأضرار الناتجة لا قدر الله عن هذه الكوارث بنسبة 70%.